جلتش نسخ سيارات جديد ولا أسهل بحاجة لشحنة. لنعرف أكثر خليك معي. يعطيكم العافية وتكونوا مبسوطين ومرتاحين. نسخ سيارات ولا أسهل ومع الباند. معكم أونست من قناة أونست آرت. أول شيء هيدي السيارة بدي انسخها لصاحبي، أنا عندي إياها بملكها، بدي انسخها لزميلي أمير. ما بحاجة بهالجلتش إلا فقط الشحنة تعيتك والشحنة تعيت خويك. أول شيء خويي بيشتري دراجة، كم سيارة بده بيشتري. هلا هو اشترى هيدي الدراجة بيحطها بحيلا كراج وبيطلبها، ومن بعد ما يطلبها بده يدخلها على الشحنة تعيته. الشحنة تعيت خويي هيدي اللونها زهر، أما الشحنة تعيتي أنا اللونها أسود. هيدي الشحنة تعيتي أنا وهيدي الشحنة تعيته هو، وهيدا خويي. أنا بدي أعطيه السيارة لخويي. هلا أول شيء أول خطوة فات هو على الشحنة، وما ننسى الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل فيديوهاتي وكل شيء جديد. فإذا جلتش كتير سهل خليكم معي لحتى لكم إياه بالتفصيل. خويي فات على الشحنة تعيته وحط الدراجة وخرج منها. أنا بقرب عنده على شاحنته بحط ألوان، وهو بده يفوت يفوتني معه، يعني لما يدخل بحط انه بده يدخل مع رفيقي على الشحنة. كلنا بنعرف اكيد صرنا انا وياه جوا بقلب الشحنة. هلا عم برسبن جوات الشحنة، رسبنت انا وياه جوات الشحنة. هو بيطلع على الدراجة تاعيته وبيخرج منها نهائيا، وانا كمان بخرج من الشحنة تاعيته. ننطر لحتى نرسبن. من بعد ما رسبنا بدي انا امشي لقدام لحتى اوكي جيب هيدي السيارة المجانية. الجلتش فيك تعمله وين ما كان، انا بحب اعمله بهذا الموقف السيارات، لان في سيارات بتكون صافية على جنب وما حدا بيقدر يتعرض لك. بنجيب هيدي السيارة تاعت الشارع بقربها بحطها على حد شحنته بهيدي الطريقة، بهيدي الطريقة. بعد خطوات سهلة كتير بحطها بنزل منها، أنا بحطها بهيدي الطريقة. هو بده يطلع عليها ويكبس، يعني يدخل على الشحنة ويكبس التاتش باد ويخلي التاتش باد معلق، يعني لما ينط بيكبس يمين انه دخل، ودغري التاتش باد بيكبسها ويخلي التاتش باد معلق. هلا هو معلق التاتش باد، بعده معلق عليها، بعده معلق على التاتش باد، بيطلع على السيارة وبيخلي التاتش باد بعده معلق. بروح انا بقرب على شحنتي، هقرب بهيدي الطريقة هون على الشحنة. الشاحنة لحظة اللي ما عندي اللون الازرق، يعني ما عندي اللون الازرق، لازم اقربها لحظة لحتى اقربها شوي، لازم اقربها. هلا خويي بعده فاتح التاتش باد وبعده قاعد بالسيارة ما يعمل شيء، ما يتحرك اي شيء. خليني اقرب الشاحنة تاعتي بس للضوي الازرق، لان هو قرب، يعني السيارة كانت بدي انسخها مقرب كتير، ما بيأثر. بقرب شوي الشاحنة، ظهرت النقطة الزرقاء. هلا بروح انا على النقطة الزرقاء وبدخل انا والكرو او انا وصديقي. هو بعده معلق التاتش باد، لما ادخل انا وياه شفتوا كيف صارت هيدا الجلتش اشتغل. شو بعمل انا؟ هو بعده معلق التاتش باد، بدي انا ابعت له انفايت لعندي. هو اكيد هلا خرج من التاتش باد، بدي ابعت له انفايت على الشاحنه تاعيتي. بيطلع من التاتش باد وبيقبل الدعوه اللي انا بدي ارسل له اياها ليجي لعندي. خلينا بس ابعت له، بعت له الدعوه. هلا هو بده يقبل الدعوه. مجرد ما قبل الدعوه انتقلت السياره تاعيتي لعنده واخذها. اكيد انا سيارتي بعد موجوده بس نسخت. هلا بنرجع بنخرج بهيدي الطريقة بتنتسخ السيارة، طريقة سهلة كتير. أنا ما حطول على المقطع الفيديو فرجيكم، وروح ارجع ويرجع يطلبها هو، بس هيدي الطريقة. شو تكونوا مبسوطين ومرتاحين. أي شيء ما عرفتوه اكتبولي بالتعليقات.